الملتقى بيستعرض مخططات التنمية الشاملة وخريطة المشروعات الكبرى في ظل الأوضاع العالمية، وكمان فرص الشركات المصرية للمشاركة في مجالات تنمية البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية، وده في ظل التحول الاقتصادي للدولة المصرية. الفترة اللي فاتت في مصر بالذات في الخمس سنين الأخيرة حصل تحول جامد جدا بالنسبة لشركات المقاولات نتيجة حجم المشاريع المطروحة، زودت القدرات الفنية والهندسية عند الشركات المصرية، وإحنا الحقيقة كان لنا جزء ومساهمة كبيرة جدا في مشاريع البنية التحتية ومشاريع الاستصلاح الأراضي ومشاريع الدلتا الجديدة بصفة عامة. وده الحقيقة يمكن إحنا في الثلاث سنين اللي فاتوا يمكن حطينا في قوة العمالة عندنا أكثر من 3000 عامل من خبرات مختلفة من سنين المدني والعمارة والميكانيكا والكهرباء، وتعاوننا مع شركات عالمية كتير جدا في مجال أعمال الكهروميكانيكا. اليوم المقاولين الأتراك والمقاولين المصريين نقدر نتعاون مع بعضنا بعراق، بليبيا، برومانيا، بأوكرانيا، بكل دول الخليج. نحن الشركات التركية التجربة اللي عندهم عالمية، على القريب مع الشركات المصرية نقدر نتعاون بمصر بالمشاريع الاستثمار.